انا مع تغليظ العقوبه اكثر من ذلك، لان ايه من وجد العقوبه يعني سهله او بسيطه وممكن تجاوزها فقد يتمادى في استمرار عمليه الغش. انما دلوقتي مثلا لو احنا طبقنا حرفيه القرارات الوزاريه ده ممكن الطالب يوصل لمده سنتين اذا ضبط متلبسا بالغش واستفاد من الغش. انما هل ده بيطبق سنتين؟ لا، يعني بقول لك حرمان الماده او الفصل الدراسي الكامل او ممكن بحد اقصى السنه الدراسيه اللي هو فيها، انما ما بتوصلش لتنفيذ نص القرار الوزاري للعقوبه المغلظه. انا مع تشديد العقوبه دي. عقوبه حضرتك بتتكلم هنا على عقوبه الطالب اللي بيغش. اصل اللي بيغش حضرتك ده ممكن انا امسكه وهو ماسك برشامه وبيغش منها، ماسك جهاز محمول وسماعات بلوتوث واستفاد منها، او استخدم الاجهزه التكنولوجيه دي في التواصل مع الخارج لتاتي له الاجابه على جهاز المحمول الممنوع منعا باتا دخوله اللجنة، لكن اخفاه بطريقه وباخرى، وبالتالي كل مظاهر اذا ضبط متلبسه وثبت. طيب عقوبه ايه اللي سرب الامتحان؟ التسريب الامتحان هنا هو وزير التربيه والتعليم ادى امر دلوقتي بالبحث عن مصدر هذا التسريب. قد يكون طلبه وقد يعني وصل لهم التسريب، وصل لهم من مين، وقد يكون مدرسين متخصصين في الدروس على تواصل مع المشرف بتاع الماده او موظف موجود في مديريه التربيه والتعليم عندما جاءت له الاسئله بتاعه الامتحانات عشان تتوزع تاني يوم على الادارات التعليم والمدارس. تمام. البوكلت او مجموعه الاسئله دي وخد منها سؤال وبدا يسربها للاخرين، فهي بيتم التحقيق فيها دلوقتي عشان تشوف مصدر التسريب جه منين. بمناسبه بقى التحقيق، بمناسبه التحقيق استاذ رفعت، خلينا نبقى واقعيين، دي مش اول مره ولن تكون الاخيره. تمام، بس خلينا اقول ان دي مش اول مره. هل اللي تم ضبطهم قبل كده اتجازوا بس جزاء مخفف يا استاذ عزة؟ حتى السنه اللي فاتت في الثانويه العامه عندما ضبطت لجنب كاملها غش جماعي ومنع اعلان نتيجتها وخلافه، بدا بقى الضغوط من كل صوب ومن كل فج عميق على الوزاره، وبعضهم رفع قضايا وخلافه على اساس لا ده احنا ما غشناش، لا ما استفدناش، وهكذا. في عمليه الضغط دي لا، الموظف اللي سرب هل تم جزائه؟ هل خد عقوبه؟ ما هو لسه السنه دي. لا، بتكلم على ما سبق. انما ما سبق انا فاكر كمان من عده سنوات عندما تم التسريب من داخل المطبعه السريه لوزاره التربيه والتعليم. تمام، ايه اللي حصل؟ وبالتالي تم جزاء الموظفين والقائمين عليها تماما وخدوا جزاءهم وعقابهم الشديد، انما الواقع كانت حصلت. تمام. وبالتالي اضطرت الوزاره ان تلغي الامتحان وتؤجله تؤجل الماده لنهايه السنه، لنهايه الامتحان عشان يتعمل امتحان جديد. أيوة. انما بالنسبه لواقع الشهاده الاعداديه والتسريب كان حصل في محافظه الدقهليه بالتحديد، فبيبدا التحليل فيها دلوقتي وشوف يثبت مصدر الغش منين ومين اللي سرب هذه الاسئله والاوراق دي قبل بدايه الامتحان. والامتحانات شغاله في هذه المدرسه عادي جدا، يعني اقصد استمر. ما هو الاستمرار. يعني ما اقدرش ان انا الغي لا اللجنة. انا بس بعرف، انا مش بقى طالب، انا بعرف المعلومه. ما اقدرش الغي اللجنه لحد ما ينتهي التحقيق. طبعا يبقى القرار بعد كده، وممكن طيب. يعني زي ما حصل في بتاعه الثانويه العامه السنه اللي فاتت، كل اللجان اللي ثبت انها كان فيها غش جماعي منع السنه دي يكون فيها اي لجان امتحانات على الاطلاق.